السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم هو عن التزامن، أي توصيل مولد بمولد أو توصيل مولد بالشبكة. حتى يحدث توصيل مظبوط بين الشبكة وبين المولد لابد من توفر شروط، وهي شروط التزامن. احنا النهاردة هندرس بعض المواضيع اللي هي شروط التزامن ومخاطر التزامن غير السليم والتزامن اليدوي عن طريق اللمبات أو عن طريق السينكروسكوب، والتزامن الأوتوماتيكي عن طريق جهاز التزامن. لو خدنا أول حاجة شروط التزامن، شروط التزامن لابد من توفر بعض الشروط حتى يحدث توصيل صحيح بين المولد ومولد آخر أو بين المولد والشبكة: تساوي الجهد، تساوي التردد، تساوي الفيز شيفت، وتساوي الفيز سيكونس. لو الشروط دي اتحققت لمدة 500 مللي سكند هيبقى في ريليز للتوصيل، سواء توصيل يدوي أو يحدث توصيل عن طريق جهاز التزامن الاوتوماتيك. احنا عايزين ندرس يعني ايه شروط التزامن. في سيكونس معناه ايه؟ معناه ان اوصل الفيزا ار بار او ايه بايه، الفيزا اس باس او بي بي بي، الفيزا تي بي تي او سي بي سي. عدم التزام التوصيل الصحيح سوف يؤدي الى حدوث قصر في الدائره او هيفي شورت سيرك. وفي حاله تاخر اجهزه الوقايه او فشل عملها، تولد قوه ميكانيكيه كبيره قادرة على تحريك الأسلاك من مجاريها، أي مجاري المولد. القوة دي تمثل ب F بتساوي 0.17 في I بيك تربيع، I شورت سيركت بيك تربيع على المسافة S بالمتر. الشرط رقم 2، فيز شيفت. فيز شيفت معناه انطباق موجة المولد مع موجة الشبكة أو مع موجة المولد. أو في الشكل الأول هنا في زاوية مقدارها 120 بين الموجتين، ودي معناها طريقة غلط للتوصيل. بينما في الصورة التانية معناها إن الموجة بتاعت المولد منطبقة على موجة الشبكة أو موجة المولد. بغير في الشيفت عن طريق تغيير سيقوم المشغل بتولي التحكم في السرعة، حيث يرفع السرعة أو يخفضها في حالة عمل تزامن يدوي باستخدام طريقة اللمبات أو بطريقة السينكروسكوب، أو يتولى جهاز التزامن الأوتوماتيكي تغيير السرعة حتى تتساوى زوايا الوجه بين المولد والشبكة. أنا همثل الفيش شيفت بسيارتين بتسيران على الطريق، الأولى تمثل تردد الشبكة والتانية تمثل تردد المولد. السيارتين دول لو صاروا بنفس السرعة لن يحدث بينهما انطباق أو لن تسيران مصطفتين معا. الزاوية ما بينهم هي المسافة ما بينهم، المسافة ما بينهم هي الزاوية الفيز شيفت. طب أنا عشان أساوي ما بين السيارتين، المولد هيقوم برفع سرعته حتى تتساوى السرعتين، وعند انطباقهم تماما تكون الزاوية بينهما صفر. ما هي مخاطر التوصيل عند فيس شيفت، رونج فيس شيفت أو امبروبر فيس شيفت؟ تغير زاوية الوجه والتردد مرتبطين بشدة في المنظومة الكهربية، حيث يتغيران بتغير سرعة الدوران. يجب أن تتساوى قيمة التردد مع زاوية الوجه لتجنب حدوث تلف الآلة. لو لم تكن زوايا الوجه متطابقة وحدث توصيل بسكة الدرجة بالخطأ، فإن ذلك سيسبب حدوث عزم لحظي كبير بسبب قوة جذب الشبكة، حيث تسبب ضررا كبيرا للروتر ولملفات المولد. الضرر ده بيكون أكبر من اللي بيسببه اختلاف التردد. ينتج عن هذا أيضا جهد لحظي كبير، حيث تؤثر قيمة الجهد دي على قوة العزل. تعالوا نلخص المشاكل دي بضرر كبير بملفات المولد بسبب مرور تيار عالي مع حدوث عزل لحظي فجائي عالي. ضرر عزل المولد بسبب حدوث جهد مفاجئ عالي، وممكن تحدث عمل لأجهزة الوقاية ويحدث اعتام تام. مخاطر التوصيل عند رونج فريكوينسي أو improper frequency. أول حاجة تردد قوة التدوير لمجموعة المولدات بتكون كبيرة مقارنة بقوة تدوير مولد واحد. لذلك عند توصيل مولد بالشبكة سيتم التحكم
في تردده عن طريق تردد الشبكة، حيث سيجبر هذا المولد على دوران بنفس تردد الشبكة. لذا عند التوصيل بدون تساوي التردد سيحدث إما تصارع مفاجئ أو تباطؤ مفاجئ. يزيد هذا العزم المفاجئ من كتلة القوة المؤثرة على عمود الدوران، مدمرة العمود والروتر. يسبب هذا العزم أيضا زيادة كبيرة في التيار في المولد والمحول. لذا يجب أن تتحمل ملفات هكذا قوة. لنختصر، الأضرار: حدوث تصارع متزايد أو تباطؤ متزايد، صدمة ميكانيكية يزيد هذا من تيار المار في المولد والمحول، وتحدث هزة في الشبكة. عدم تناثر الجهد: عندما لا تتساوى الجهود ولو حدث توصيل للسيركت بريكر بالخطأ، فإن ذلك سيؤدي لسريان تيار دوار كبير للملفات. مرور هذه التيارات الدوارة ستؤدي لنشوء قوة مغناطيسية هائلة، فلو كان جهد المولد أقل من جهد الشبكة فلن يستطيع إنتاج قدرة غير فعالة اللازمة لرفع الجهد، وبالتالي ينخفض جهده بشكل كبير ويدور المولد وكأنه موتور وليس مولد، وسيمر تيار سيركيوريتنج كارنت، تيار دوار بين المولدات، فيؤدي إلى احتراق أحد المولدات أو جميعها. ندخل بقى على التزامن اليدوي. التزامن اليدوي بنلجأ إليه في حالات الضرورة القصوى، ويجب أن تتم على يد شخص ذو خبرة كبيرة. توجد عدة طرق يدوية لعمل تزامن، نختار منها طريقة لمبة مطفأة ولمبتين مضيئتين. اللمبة المطفأة توصل أطرافها ما بين أر المولد وأر الشبكة. الجهد الواقع على هذه اللمبة هو جهد الخط إلى 380 فولت. لذا يجب أن تتحمل هذه اللمبة جهد الخط 380، ولو لم تكن تتحمل جهد الخط توصل لمبتين 220 فولت بالتوالي مع بعض. اللمبة 2 توصل ما بين تي للمولد و اس للشبكة. اللمبة 3 توصل ما بين اس للمولد و تي للشبكة. أول شيء نظبط جهد المولد. هنلاحظ انطفاء اللمبة رقم 1 لأن الجهد على الشبكة هيبقى نفس الجهد على المولد، ونغير السرعة ونلاحظ إضاءة اللمبات. لو كانت إضاءة اللمبة الأولى أكبر من إضاءة اللمبة الثانية، أكبر من إضاءة اللمبة الثالثة، فده معناه إن المولد slow generator بيدور ببطء، وتظهر اللمبات وكأنها تدور في اتجاه عكس عقارب الساعة counter clockwise. الحالة التانية ان لما اللمبة 3 إضاءتها اكبر من اللمبة رقم 2 إضاءتها اكبر من اللمبة رقم 1، وهذا معناه ان المولد سرعته عالية fast generator، وتظهر اللمبات وكأنها تدور في اتجاه عقارب الساعة clockwise. بينما تأتي لحظة التوصيل المناسبة عندما تكون اللمبة 1 مطفأة تماما، واللمبة 2 واللمبة 3 مضيئتين أكبر ما يمكن. الطريقة التانية عمل تزامن بجهاز السينكروسكوب. السينكروسكوب هو عبارة عن موتور صغير بقطبين موصلين بفستين من ناحية الشبكة وبنفس الفستين من ناحية المولد. فلو تحرك المؤشر في اتجاه عقارب الساعة ده معناه انه المولد فاست، لو تحرك المؤشر في اتجاه عكس عقارب الساعة ده معناه ان المولد سلو. لحظة التوصيل المناسبة عندما يكون المؤشر في اتجاه عقارب الساعة، يجب ان يكون تحرك المؤشر في اتجاه عقارب الساعة بطيء، وفي اللحظة الساعة 11 هيتم التوصيل. ليه مش الساعة 12؟ عشان أعوض الزمن المأخوذ لتوصيل السيركت بريكر والريلهات. يجب الحرص على رفع السرعة والجهد بمجرد توصيل السيركت بريكر، لأنه بمجرد توصيل المفتاح سيعمل طلب الحمل المفاجئ على إبطاء سرعة المولد، وربما يسلك سلوك المحرك ويبدأ في سحب التيار.
بالتالي ممكن تحدث ظاهرة reverse power، نفس الشيء مع الجهد كما ذكرنا سابقا. التزامن الأوتوماتيكي بيتم عن طريق جهاز الأوتو سينكرونايزر T4500، يستخدم لعمل تزامن أوتوماتيكي حيث يضبط الجهد والسرعة أوتوماتيكيا عن طريق الملامسات، وبالتالي بغير الفيز شيفت والتردد. بوصل الجهاز ازاي؟ بوصل فيزا واحد واتنين للشبكة بالنقطة 1 و3، والفيزا 1 و2 نفس الفيزا بوصلهم ب5 و6. هنا بتحكم في مقدار الاختلاف في التردد بين المولد والشبكة، وهنا بتحكم في زمن توصيل السيركت بريكر. بعض الـ AVR بتحتاج إشارة أنالوج، بينما الإشارة الخارجة من جهاز التزامن هي إشارة ديجيتال فيها 2 كونتاكت، واحد بيزود واحد بينقص. طب إزاي أحول الإشارة الديجيتال إلى إشارة أنالوج؟ عن طريق المديول E7800 بخلي كونتاكت زيادة كونتاكت النقصان، بيحرك موتور على مقاومة وباخد الجهد على أطراف المقاومة، وبالطريقة دي بحول إشارة ديجيتال لإشارة أنالوج. ساعات بحتاج نفس المديول عشان أوصل منظم السرعة. إزاي الخطوات اللي بعملها عشان أعمل تزامن أوتوماتيكي؟ برفع السرعة للسرعة المقننة، وهنا هيحصل ريليز للإي في آر. الريليز ده ضروري لمنع حدوث أوفر فلكس على المحولات الموصلة بالمولد، كنا اتكلمنا عليها سابقا بعد الفيديوهات. بعد كده بظبط الجهد يدويا عشان أقرب جهد المولد لجهد الشبكة. بعد كده بوصل جهاز التزامن، غالبا بيبقى مفتاح. هنا يقوم الجهاز بضبط الاختلاف الصغير بين جهد المولد وجهد الشبكة، ويعمل على تغيير أيضا سرعة المولد لضبط الاختلاف الزاوي اللي هو الفيز شيفت وضبط التردد. هنا بيظهر المشغل وهو بيرفع السرعة ويقرب سرعة المولد بسرعة الشبكة، وعن طريق الكونتاكت الآخر بتاع الجهد بيرفع جهد المولد وقرب الجهد الشبكة. بعد كده بيعمل يوصل المفتاح كونتاكت اوتوماتيك. تأتي لحظة التوصيل المناسبة عندما تضيء ليد المولد مع ليد الشبكة، ويظهر معنا الفيدباك إن المفتاح وصل. لكن هذه الشروط ليس كل شيء، فهناك متغيرين أساسيين مهمين جدا لبقاء المولدات موصلة بعد توصيل مفتاحها، وهو الميجا وات روبينج والميجا فار روبينج. الميجا وات روبينج معناه إن المولدات الموصلة على باسبار تتشارك الميجا وات اللي هو الحمل الفعال، فيجب أن يكون كل المولدات الموصلة على الباسبار لها نفس الميل ونقطة الأصل. فيظهر هنا عندنا في هذا المرحلة إن المولد رقم 2 نقطة الأصل بتاعته مختلفة عن نقطة أصل المولد رقم 1، وبالطريقة دي هيحمل بحمل أكبر من اللي هيحمل به المولد رقم 1، الذي سيؤدي إلى ازدياد تيره وخروجه بإشارة الأوفرلود. نفس النظام موجود على منظم الجهد فيما يسمى، نفس الشيء يجب أن تضبط المولدات على نفس الميجا فارت روبينج بنفس نقطة الأصل ونفس الميل. فلو ضبط أحد المولدات بميجا فارت روبينج أعلى من بقية المولدات فسوف يحمل بطلب الميجا فار، طلب الميجا فار للشبكة أو للباسبار الموصل عليه، والطريقة دي هيسخن ويخرج بإشارة أوفر تمبرتشر. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.